الان ماني شايف ولا تكسيره. عبد الله انت شايف؟ عبد الله لا لا عبد الله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ من زمان عنكم. زبدة الموضوع، اليوم رجعنا لكم بحلقة خطيرة. عبد الله قول لهم كلمتين تيك توك. فجأة تيك توك صار مسيطر العالم من لا شيء إلى في مقاطع في التيك توك لما تشوفه تحسها مره رهيبه لدرجه ما تحسها حقيقي. يقصد اللايف هاك ابو تشارجر سمبل. وقبل ما نبدا التيك توك حقي اسمه بودي زوزو وزوزو بكر تي في. بدي ابدا الموضوع، انا عبد الله حجرب لكم مقاطع اللي انتشرت اللايف هاك في تيك توك ونشوف اذا هم قاعد يخدعونا ولا من جد. عبد الله هلا انت جاهز؟ انا دائما جاهز. عطنا رقصة فورتنايت. زي ما تشوف يا اخوان، الان حنبدا بالتجربه الاولى. خلينا نشوف الفيديو الاول. مكسور؟ على قولهم انه مكسور، حطوا معجون اسنان. طيب يا عيني افرك. ايوه كده. سبحان الله. هذه كذبه. تشك على تيك توك؟ والله عيب. هذه كذبه والله عيب. خدعه. ايش انت الراك؟ هل عمرك جربتها؟ انت قزاز مكسور تسوي زي كذا؟ خلاص كان المحلات صلح ابوابهم ما كانوا اسنان اللي يمسكوا. ما تدري عبد الله، يمكن ابل عندهم سجل الكبير. انت حمار؟ ما تدري انت حمار؟ ايش بك عبد العزيز؟ عنده 200,000 لايك، فالناس يمكن قاعد يصدقوه. عشان ابدع في الايديتنج. تليفون مكسور، عندنا المنشفه وعندنا اللي حيظبط الامور. طب هذا نعناع وهذاك كان كلاسيك. عادي حيصير ريحته حلوه. لا يومي. انا شايفه بيصلح. اجو نعم بومي. هتحرق دقنو عبد الله. بيني وبينكم الان ماني شايف ولا تكسيره. عبد الله انت شايف؟ عبد الله لا لا عبد الله. ترى صلحوا 70%. بس الحين كانها صارت مستوى واحد. والله قاعد اجيب، قاعد اسلك لنفسي انا ولا ايش؟ تهبل انت اهبل. مكسور لسه. الله يكاي. في شيء اسمه فيزياء. درسته في المدرسه. لا تسووها، المعجون سنه حيخش جوا الايفون. ما نجح. ايش رايك افقش راسك وبعدين احط معجون اسنان؟ والتيك توك اللي بعده اللي حلو فيه انه هذا ما يبغى له جهد ابدا، اذا اشتغل والله حننبسط. ما استخدمه الا شيء واحد، وايش هو؟ فاتوره. شوف الحين هو قاعد على اساس ايش حيبي يسوي؟ شوف ام الفله مره فاي. ايش مره فاي؟ هذا فايتي زي ما تشوفوا. تعرف ان يبيعوا هذا الشيء؟ ميد ان تشاينا. كورونا كورونا كورونا. اللي طلعت الكورونا خلاص. الله عليك يا سيدي. نشيل الاسود على ما اعتقد انه بس نشيل الاسود. طيب يا قوي. وات اوه حتكسر اسنانك يا ولد، بعدين حتحتاج السيجنال يا ولد. خلاص اسوي لي انت عزيز. عرفنا فايدة الحياة بعد 10 سنوات. ايش سوي عبد العزيز؟ ايوه كمان عبد الله. اول جرة ثاني جرة لسه. يلا 5 يلا. تعال نزل 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 نزل. الحين كل الموظفين حيسووها في المحلات. يلا مين انا؟ سبايدر مان. خلينا نشوف اذا يمديني امسك المايك. عيب عليك، اعطونا احلى لايك. عبدو مريض ضحك. هي
هيه عنكبوتي تخيل سبايدر مان كذا سبايدر مان لو كان في بوليوود بعد ما اكل اكل مكسيكي انا 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 لما اشوف شكل عبد الله ما صارت يلا الحركة اللي بعدها تعلمك انه فرضا لو انت انخطفت ومربوط يدك كيف تهرب منه؟ مربوط بايش؟ هذا حق البلاستيك زيب لاين زيب لاين I'll show you guys how to get out zip ties in 60 seconds here we go so you're gonna take your shoelace aglet okay محبوس ويديك تطلع منه عبر حبل الجزمة الله يكرمكم طب لو كنت حافي شو حيسوي؟ شوفوا شوفوا بسكوليتا الان نفترض انه عبد الله خطفني اه لا رفعوا عدوك لا يا خرابي يلا. جاب الحبل حطها جوا طلعها من هنا اوبا خلاص والان خلينا نشوف اذا حتزبط ولا يلا بسكوليتا سويها مرة ثانية؟ لا انا حوريك طريقة ثانية. انا مربوط. يلا حلو. اول خطوة تجروه اقوى ما عندكم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بعدها ايش يصير؟ تضرب كل يوم شكلي وانا بعيش وانا بطالع فيك احس انه انت مو من ذا الكوكب. لو الحرامي كان ذكي شوية وسوى لك كذا. طيب ايش الحل؟ ربط يدك برجلك، ايش تسوي؟ انا عارف. اتفكت لوحدها جدي كذا انا تخين اوبا اقوى ما عبد الله ما في مزح جيب اللي يصير مقاصه ما اهبل انت حبي لايليش احبها ليش؟ خارج عن المألوف وهي تسوي اللي يعجبها ما يهمها في الناس حتى لو الناس يعني ما يعجبهم ستايلها بس الناس يحبوها ولا حد يكرهها؟ لا انا اكرهها لا لا التيك توك اللي بعده مره ظريف لو تجيب نار وتجيب مويه وتحطهم مع بعض ايش يصير؟ انت في النار بس كيف لو اقول لك نار والمويه وتحطهم في هذه الحلقه ما حينطفي النار ايوه يا ساتر يا ساتر شفتوا كيف؟ مره حلو زي ما شفتوا في الفيديو جبنا سمعه نفس السمعه اللي شفتوها ولعها عبد الله حطها ولعها لا تخاف علي وين الناس الشمعة؟ ايش يعني؟ حتقول برجر يا عيني انتوا شايفيني دحين من الجهة الثانية لو شايفين مكاني الشمعة وهي مولعة يعني الخطة نجحت يلا 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 عبد الله لا لا بسرعة بسرعة عبد الله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد والتيك توك نجحت نجحت ثامز اب ام زاب بيبي والتيك توك اللي بعده قبل ما نبدا احنا نسوي هذه الاشياء عشان انتم ما تسووها زي ما تشوفوا الفوتز الان قاعدين نحط الغاز جوا الكوكاكولا خلينا نشوف اذا حيشتغل ولا لا يلا يلا ختامها مسك من كثر ما هي سهلة وغبية اقتنعت. If you ever lock your keys in the car, here's a way to get it unlocked. And all you need is a tennis ball. So put a hole in the tennis ball. شفتها. ايوه. ايوه. لا بدا. وابا غاندام ستايل. ايش يا ولد؟ كأنه بيبسي. تنس مان. ما حيشتغل خلاص يا حبيبي خلينا نشتغل ما تبغاني تسوي فيديو انا ماني مشي معك عبد الله حيشتغل ما يشتغل حتتفشل لا خليك هنا اسمع في ريبورتز جو شوفوا هلا والله اخبارك طيب قول سبسكرايب سبسكرايب الله عارفين اليوم يلا مع السعيدة حبيبي مع السلامة يعني زي ما تشوفوا احنا في حي غريب شوف خلينا نشوف الان السيارة مو شغالة خلينا نشوف بالكورة حتشتغل ولا لا يلا واحد اثنين
اسمعوا اذا اشتغلت خلاص حنصنع التاريخ. 2-1 الله. امزح معاكم، هذه كانت خرافة خاطئة، هذا سيارة صاحبي. يعطيك العافية، شكرا. وان شاء الله عجبتكم الحلقة اللي فوتس، اعطونا احلى لايك. الله يسعدكم. فائز الحلقة اللي فاتت هو الف مبروك يا صاحبي، شكرا على المشاركه وشكرا لكل احد اللي شارك. اللي فاز دوبه شيك الانستغرام حقك الدي ام لانه تواصلنا معاك عشان نرسل لك الجائزه وناخذ عنوانك. ولسه الجوائز ما خلصت، لسه مستمرين. ايش جائزه هذه الحلقه؟ هذه الحلقه مو زي العاده جائزه واحده، حنخليها جائزتين. ساعتين سامسونج ذكيه اسمها جالكسي واتش اكتيف 2، ساعات خفيفه ورهيبه وتساعدكم في حياتكم اليوميه وخصوصا للناس اللي يجروا يسووا رياضه. فاللي حاب يفوز بالساعه عليكم تسووا شيئين بس. سبسكرايب، اذا مسوي سبسكرايب مو عليك، خلاص خلصت الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه حطوا حسابكم تحت في الانستغرام عشان لما احنا نسوي القرعه ونختار الفايز يمدينا نتواصل معاكم. خذها كقاعده، اللي دوبه فاز لو ما حط الكومنت والله صح ما كان فاز صح. وريبورترز نحبكم واحد واحد، سووا لنا فولو في الانستغرام تيك توك كله، هذا حسابي وهذا حساب عبد الله، تلاقونا في كل شيء. كونوا كما انتم.